تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. مستمعين الأعزاء، صبحكم الله بالخير والنور والعافية، ودائما نصبح عليكم بالتفاؤل وصباح السعادة ويوم إن شاء الله مليء بالنشاط والطاقة الإيجابية. ودائما مستمعين الأعزاء، الشعور بالسعادة والتفاؤل يعكس دائما آثار إيجابية على صحة الإنسان. مستمعين الأعزاء، رحب بكم في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المتألقة دائما إذاعة نور دبي. أرحب بفريق العمل في الإعداد من هيئة الصحة بدبي وفي التنسيق والمتابعة الأستاذ أحمد سلامة، ودائما مخرجنا المتألق الأستاذ نمر محمد، وأنا محدثكم عبد الله جمعة. وأيضا أصبح وأرحب بالأخت آمنة العلي. صباح الخير أختي آمنة. صباح النور والسرور. الله يحييك. وأيضا مستمعينا ومن خلال برنامج صحة وسعادة نرحب بمشاركاتكم ونرحب باتصالاتكم خلال الساعة هاي على الأرقام 600-551-414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. واختي آمنة، قبل لا نستعرض على مستمعينا الأعزاء فقرات برنامجنا هذا اليوم، أحب أني أيضا أصبح على أخونا ومستمعنا ومتابعنا الدائم بمنصور. صبحك الله بالخير والعافية وشكرا لمتابعتك الدائمة وما تقصر. فمستمعينا، نستعرض معاكم فقرات برنامجنا لهذا اليوم، ولكن قبل هذا نحب أن أيضا نذكركم بالإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا، وثلاث أشياء مهمة: دائما ترك مسافة آمنة بينك وبين الآخرين، ولبس الكمام بشكل مستمر وبالأخص في الأماكن المغلقة، وغسل اليدين بشكل دائم. أما بالنسبة لأخبارنا المحلية والعالمية، اليوم عندنا خبر عن أو تحت عنوان مواد غذائية تسبب الالتهابات، وأيضا أفضل أطعمة في الفطور لتعزيز نمو الشعر. هذا طبعا أكيد بتقرأ عليكم الخبر الأخت آمنة العلي. وفقرة السوشيال ميديا ومستجدات السوشيال ميديا مثل ما عودناكم كل يوم، وأهم المتداول فيها على صفحات هيئة الصحة بدبي. وأيضا عندنا فقرة خدمات هيئة الصحة بدبي. اليوم عندنا الحقيقة عنوان أو فقرة مهمة جدا من قسم إعادة التأهيل بمستشفى لطيفة، ويكون حديثنا اليوم مع الدكتور حيدر علي عن موضوع علاج النطق واللغة. أما مصطلحنا الطبي لهذا اليوم تجرثم الدم، وفقرة التغذية المياه الغازية، وآخر فقرة من فقرات برنامجنا لهذا اليوم مستمعينا الأعزاء عن فقرة صحة المرأة وعلاقة صحة المرأة والخصوبة. اختي آمنة، بتاخذين الخبر عيال اليوم. أول خبر: أفضل أطعمة في الفطور لتعزيز نمو الشعر. طبعا أخوي عبد الله، في أطعمة معينة تعزز نمو الشعر، وهذا طبعا اللي كل الناس مهتمين فيه، مو ما يبقى شعر صحي وجميل. نعم. وطبعا يتأثر تساقط الشعر بالعمر والصحة والوراثة والنظام الغذائي، وقد لا تتحكم في كل هذه العوامل، لكن يمكنك بالتأكيد تحديد نظامك الغذائي، ويمكن أن يؤدي نقص التغذية إلى تساقط الشعر. لذلك من المهم تناول الأطعمة الصحية خاصة في وجبة الإفطار. واليوم عندنا أخوي عبد الله ثلاث أطعمة بنعرف المستمعين عليها. نعم. واللي هي تساعد في نمو الشعر. والعنصر الأول اللي نحتاج إضافته في طبق الإفطار، واللي هو طبعا أصلا موجود دائما في طبق الإفطار، فهو البيض، وهو مصدر كبير للبيوتين. وقام باحثون بتحليل التجارب السريرية حول علاقة البيوتين ونمو الشعر، وبعد مراجعة 18 تجربة لاحظوا كيف يرتبط ضعف نمو الشعر بنقص البيوتين، وأظهرت جميع حالات نقص البيوتين دليل على نمو الشعر بعد مكملات البيوتين. أما العنصر الغذائي الثاني اللي يجب إضافته إلى طبق الإفطار الشهي فهو السبانخ النباتية،
ويمكن أن يساعد السبانخ المحمل بفيتامين A في تحفيز نمو الشعر مع وجود أدلة تدعم هذه الفكرة. وأخيرا يعد الأفوكادو مصدر جيد للدهون الصحية ومصدرا ممتازا لفيتامين E. وذكرت كلية العلوم الصيدلانية في ماليزيا أن فيتامين E معروف بأنه مضاد قوي للأكسدة، وبذلك ومن خلال هذه الدراسة أظهروا أن تساقط الشعر يقل عند الناس اللي لديهم مستويات منخفضة من مضادات الأكسدة. فنختصر عليهم خبر اليوم ونقولهم كثروا من السبانخ ومن البيض ومن الأفوكادو اللي هو مصدر غني بفيتامين E. نعم أختي آمنة، ومن فقرة التغذية المهمة والمفيدة للفطور إلى فقرتنا فقرة السوشيال ميديا وأهم المتداول فيها مع الأخت أسماء الجناح. أختي أسماء صباح الخير. صبحكم الله بالنور والسرور والحماس. يا مرحبا، أكيد اليوم طبعا فل طاقة إيجابية. الطاقة إيجابية في يعني الشهر هذا كل الواحد يحس أنه إيجابي، خصوصا مع وجود تحدي دبي للياقة، وتحس الكل متحمس والكل يتنافس. صحيح، نتمنى حتى المستمعين الكل يتنافس على 10,000 خطوة يوميا. يعني نحن عندنا الإدارة كلها تتنافس يوميا على 10,000 خطوة، إنه ما يخلص اليوم لين 10,000، ونتمنى إن الكل قاعد يسوي نفس الشيء. صحيح، فرصة 30 يوم فرصة إن الواحد يغير يعني طبع عنده، يعني مو بشرط إذا واحد كان مثلا مو ما يسوي رياضة، ممكن شوي شوي يهيئ نفسه، يبدأ بشكل تدريجي. أغلب مشاكلنا نحن يعني دائما نبغى نوصل الحلقة الأخيرة على طول، نصير للإكستريم. فاللي مو متعود على التمارين الرياضية ممكن يعني يبدأها بمثلا 5,000 خطوة أو أقل مثلا حسب الحالة الصحية، وشوي شوي 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 يعني كل أسبوعين يزيد شوية، كل أسبوعين يزيد شوية، بيلاحظ أنه مع مرور الأيام أنها صار طبع عنده وعادة. بالأخص أن الواحد لما يروح يغير نمط حياته بشكل يعني فجائي، دائما الجسم يكون يعني يقول يعني ما أحس إني أقدر، أنا جسم الإنسان طبيعته يحس إن أي تغيير يكون في الخطر. هاي طريقة يعني تفكير الدماغ، فشوي شوي قف على مخك وكمل الرياضة. صحيح، هذا يمشي على كل الأشياء. فنحن نتمنى إن هذا الشهر الكل يكون متحمس والكل يمارس الرياضة، دام إن الطاقة في المكان كلها مفعمة بالرياضة، وين ما تروح بتحصل شعارات الرياضة، وقت الرياضة، دبي سيرتي وغيره. صحيح، وأيضا أختي عفوا أختي أسماء، يعني أضيف على كلامك بأن السنة هاي يعني لها طابع مختلف، هناك أماكن مختلفة، في صالات مغلقة، في أماكن برع يعني في الهواء الطلق، في أماكن مختلفة. فأيضا يعني الواحد ممكن مثل ما ذكرتي أسماء أنه يستغل الوقت، وأي يعني مكان يبغي يصير بيحصل في مجال أنه يمارس الرياضة يعني مستمرة بشكل دائم. حتى اللي يميز هذا العام ان في وايد من الاشياء الرياضيه افتراضيه، يعني ممكن واحد بيحضر الجلسات اونلاين، يعني في بعض مثل الاشخاص اللي عندهم بعض الامراض المناعيه ما يرمون وايد يطلعون في خلال يعني في ظل جائحه كورونا، فوايد من الاشياء موجوده اونلاين يقدر يسويها هو في البيت. صحيح. ايضا نحن رجعنا مره ثانيه نحط حلقات عبد الله الشرهان في تحدي دبي للياقه، فبتكون موجودة يوميا على حسابات هيئة صاحب دبي، فنتمنى من الكل يحمسونا ويكتبون عنا في الكومنتات إذا هم يعني بدوا ولا لا. أيضا هذا الشهر نحن مركزين على مرض السكري، كون أنه من الأمراض الشائعة أو الأمراض المزمنة اللي يعني ما يخلى بيت منها. صحيح. فكنا أيضا عندما نستغل شهر الرياضة، شهر الحماس هذا كله، وأيضا ندعم مرضى السكري. مو بيعين لما أشوف مريض سكري لازم على الأقل شوي أراعي إنه يعني مثلا هم مثلا بعض الأشياء ما يروم يأكلها وايد، فما داعي نحن نضغطهم يعني. فبيتابعونا ياسين حط الفرق بين النوع الأول والنوع الثاني، بالنصايح بتكون تقريبا بشكل شبه يومي على مدار شهر نوفمبر، كذا بتكون عن السكري، وخلنا كلنا نحارب السكري مع بعض. ودمتم بصحة وسعادة. دمتي بصحة وسعادة. شكرا للأخت أسماء الجناحي. مستمعينا الأعزاء بناخذ وياكم فاصل، واختي آمنة بعد الفاصل شو عندنا؟ بنرجع لهم مع فقرتنا فقرة خدمات الهيئة. نعم، فمستمعين الأعزاء خلكم معنا مع صحة وسعادة، فاصل وراجعين. صحة وسعادة،
مستمعينا الأعزاء يا مرحبا بكم سهلة، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المتألقة إذاعة نور دبي. وأيضا نذكركم بالتواصل معنا على الأرقام 600-551-414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وناخذ معاكم مستمعينا الأعزاء فقرتنا الثانية، فقرة خدمات هيئة الصحة بدبي، واليوم عندنا تحت عنوان قسم إعادة التأهيل بمستشفى لطيفة. مستمعينا الأعزاء، دائما الحقيقة نحن الخدمات اللي تقدمها مستشفى لطيفة التابع لهيئة الصحة بدبي طبعا خدمات مميزة. اليوم يشرفنا الحقيقة أن يكون معانا الدكتور حيدر علي وريدان، أخصائي علاج نطق واللغة بهيئة الصحة بدبي. الدكتور حيدر، صباح الخير. صباحك الله بالنور. الله يحييك دكتور، ونتشرف مرة ثانية الحقيقة تكون معانا اليوم في برنامج صحة وسعادة، ونحن طبعا سعيدين وفخورين الحقيقة بالخدمات المميزة اللي قدمها مستشفى لطيفة بهيئة الصحة بدبي، ويعني قسم إعادة التأهيل أيضا من الأقسام المهمة، الأقسام اللي تقدم الحقيقة خدمات يعني مهمة، وانت بتحدثنا في هذا الشيء دكتور أكثر، واللي أيضا يعني لفئة يعني مهمة جدا، الأطفال اللي يعانون من مشاكل قد تكون يعني وايد حساسة ومختلفة من المشاكل المعروفة بشكل عام. دكتور حيدر، طبعا القسم يعني يقدم خدمة مختلفة ومتميزة، لو تعطينا دكتور نبذة عن خدمات هذا القسم، وما هو يعني شو اللي يعني خدمة علاج النطق واللغة للأطفال؟ بعون الله إن شاء الله بوضح الأمور هذه كلها، بس بداية نحب أيضا أشكر على دوركم الكبير، لأن نشر الوعي والثقافة عند الأهالي جزء لا يتجزأ أيضا من العلاج، فدوركم أيضا جدا مكمل لدورنا. هاي في البداية طبعا ما شاء الله عليك، أنت دائما يعني الصباغ في المجال هذا، وإذاعتكم الكريمة دائما ما شاء الله تنشر الوعي والثقافة في مجتمعنا الكريم. الله يبارك فيك دكتور، بالعكس نحن الحقيقة يعني نتشرف فيكم، ودائما حديثنا دكتور معاك يعني جميل، لأن يعني يبين هذا الترابط اللي موجود بينك وبين فريق العمل. يوم أنت تتكلم دكتور في هذا المجال ونتحاور معاك عن المحاور هاي، فنحن نستشف الحقيقة أن يعني الخدمة لا تختصر فقط على طبيب، وإنما في هناك فريق طبي متكامل، والخدمة اللي تتقدم للفئة اللي ذكرناها فئة يعني خاصة جدا، ومشاكل يعني قد تكون يعني خاصة. نعم دكتور، تفضل دكتور. طيب بالنسبة للخدمات المقدمة في مستشفى لطيفة، عندنا في قسم إعادة التأهيل تحديدا عندنا اللي هو العلاج الطبيعي. نعم. والعلاج الطبيعي طبعا الخدمات مقدمة على جزئين، في عنا في جزء اللي هو يشمل اللي هو العيادات الخارجية. نعم. وأيضا عنا قسم اللي هو الأقسام الداخلية. أوكي. فبالنسبة لعنا الخدمات، عنا العلاج الطبيعي، وعنا أيضا قسم اللي هو الأطراف والجبائر والدعائم حق الأطفال. كمثال لو أن الطفل عنده حذاء خاص لازم يلبسه بشكل معين، أو يحتاج أيضا دعائم بحيث أنها تساعده في المشي بشكل أفضل، فكل هذه الأمور متوفرة عندنا في قسم إعادة التأهيل. أيضا في عندنا اللي هي خدمة العلاج النفسي متوفرة، وخدمة يسموه علاج المهني أو الوظيفي نفس المسمى، إضافة طبعا لتخصص اللي هو علاج النطق واللغة. هي بالمجمل يعني اللي هي الخدمات المقدمة في قسمنا. بالنسبة للأقسام الداخلية يركزون أكثر شيء على الأطفال الخدج اللي هم الوالدين قاصرين عن المدة الزمنية اللي هي 9 أشهر، فهذول الأطفال أيضا بحاجة إلى رعاية خاصة. فكمثال العلاج الطبيعي يتم متابعة الطفل اللي هي مراحل تطور النمو عند الطفل، فعنا مختصين في المجال هذا. وأيضا في الأطفال اللي يكون عندهم اللي هو الاحتقان نتيجة تعرف لما نزلات البرد عند الطفل ولا شيء، ففي بعض أطفال الصغارية يكون عندهم
اللي هو مضاعفات اللي هو الاحتقان الأمور هاي، فيتم بعد التمارين المعينة من قبل أخصائي علاج الطبيعي لتوفير الراحة للطفل حتى يتنفس بشكل طبيعي. أيضا بالنسبة لنا لأخصائيين النطق نسير الأخصام الداخلية خصوصا الأطفال الخضج اللي عندهم مشاكل أو صعوبات في البلع، فنساعد الطفل على استعادة قدرته لأن النمو هو معتمد بشكل أساسي على الغذاء. نعم. هي تقريبا بشكل عام بالنسبة للخدمات المقدمة. صحيح. فتحبني أشرح عن علاج النطق الحين ولا حاب تسألني شيء ثاني قبل؟ والله دكتور أنا الحقيقة يعني الخدمات اللي تقدمونها أنتم مثل ما ذكرت كلها مميزة، يعني أنت ذكرت موضوع الصعوبات في البلع، يعني من الأمور اللي قد تكون يعني وايد حساسة، الفئة العمرية اللي أنتم تتعاملون معها دكتور في هذا النوع من العلاج أكيد يحتاج إلى تركيز، يحتاج إلى دقة، ويحتاج إلى فريق يعني طبي متمرس متمكن. أكيد يعني كل الخدمات اللي تقدمونها دكتور نحن نحب نسمع في يعني نسمع عنها أكثر، ولكن اليوم خلنا نتكلم أكثر وتكلمنا أكثر دكتور عن موضوع يعني علاج النطق، كيف يتم يعني فريق عمل متكامل في مستشفى لطيفة التعامل مع الأطفال اللي عندهم صعوبات في النطق وكيف يتم علاجهم. ومثل ما ذكر دكتور إن يعني في البداية ذكرنا أن ليس فقط يعني القسم هذا لا يعني يقدم خدمة علاج فقط، وإن لما أنتم تأخذون الطفل أو المريض هذا بأنه يتم دعمه من الجانب العلاجي، الجانب الاجتماعي، وأيضا الجانب النفسي دكتور حيدر. صحيح صحيح كلامك صحيح. بالنسبة لعلاج النطق واللغة في عندنا محاور مختلفة، يعني بالنسبة هو متشعب كعلاج كتخصص هو بحد ذاته. فمن ضمن الأطفال أو الفئات اللي نشوفها الأطفال اللي عندهم توحد نسبة كبيرة، وخصوصا في الفترة الأخيرة في الخمس سنوات الأخيرة نسبة التوحد زادت بشكل ملحوظ على مستوى العالم وحتى على مستوى دولة الإمارات. صحيح. فتقريبا من ضمن الإحصائيات تقريبا بمعدل كل 60 بيت في بيت عندهم طفل عنده توحد، فنسبة يعني لا يستهان بها، ولكن الحمد لله بفضل الله دولة الإمارات مش مقصرة من خلال توفير العلاج سواء في المستشفيات أو في المراكز اللي هي تساعد الأطفال على إعادة التأهيل. نعم دكتور. نعم طبعا. نعم دكتور حيدر، حابين نحن اليوم نركز معاك على موضوع التأتأة أو التلعثم، ونركز على الخدمات اللي تقدمونها في قسم إعادة التأهيل في هذا الجانب. أوكي حاضر إن شاء الله. بالنسبة لموضوع التأتأة هو موضوع جدا يعني من الأشياء اللي جدا مهمة، لسبب أن تأثر بشكل واضح على مستقبل سواء كان الطفل أو على مستوى الشخص الكبير البالغ. أوكي. بالنسبة للأطفال عادة على بمعدل على ظهور 3 سنوات تقريبا يبتدي يظهر بعض أعراض اللي هي التأتأة، وهي 3 أنماط. في عنا اللي هي التأتأة السريعة، وفي عنا نسميه اللي هو الاستطالة أو الحاول اللي هو الشد في الكلام. أوكي. والنوع الثالث اللي هو أصعبهم اللي هو يسموه الحبس الكلامية، اللي هو ينقطع تحس كأن النفس ينقطع، يحرك الشفايف نفس الكلمة ولكن بدون صوت. صحيح. فهذا اللي يكون جدا عند نسبة التوتر عالية جدا. فهي 3 أنماط من اللي هي التأتأة. طبعا وفي أعراض نسميها أعراض المصاحبة، مثل فرضا يشد على عينه أو يرمش بعيونه بشكل سريع، يشد جسمه كامل، كل هاي بسموها أعراض مصاحبة للأعراض الرئيسية. هي إذا جينا بالمجمل لتعريف التأتأة. أوكي. بالنسبة لأسباب التأتأة فيها تقريبا معدل لا يقل عن 60-65% تكون أسباب أمراض اللي بسموها أمراض وراثية، يتورثك سواء كان الأب أو من طرف الأم، يكون حد موجود عنده تأتأة فالطفل ورث هالشيء. أوكي. فالنسبة الأكبر تكون نسبة نتيجة أمراض وراثية، هي واحد. اثنين، في عنا نسبة تقريبا حوالي يعني نقول 20% تقريبا الأطفال اللي عندهم تأخر لغوي واضح، فيصدر عنا عدم ثقة عند الطفل، فعدم الثقة سبب له نوع من التوتر، فلما حاول يتكلم نحس إنه يظهر عليه أعراض اللي هي التأتأة. أوكي. وفي عنا نوع ثالث من الأطفال اللي هم تعرضوا لصدمة، يعني عامل نفسي، كمثال الأطفال اللي معرضين لحروب أو مثلا اللي هو العنف الأسري الموجود، تعرضوا لأشياء يعني شافوها خارج عن قدرتهم وتحملهم، فممكن الشيء أيضا أدى إلى وجود تأتأة عند الطفل.
نعم. طيب بالنسبة للأعراض، نعم دكتور، مثل ما ذكرت الأعراض أكيد لها لهذه الأعراض أيضا علاج. أكيد أكيد لا شك. طبعا بالوقت المتاح بشكل مختصر العلاج في يعني بعض المحاور إن شاء الله أخصها بشكل سريع. في عنا أهم عنصر اللي هو عنصر التنفس. لازم الإنسان قبل ما يبتدي الجملة أو الشخص اللي عنده تأتأة يأخذ نفس عميق ويبتدي في الجملة. ليش؟ لأن النفس العميق يعطي نوع من الارتياح ويعطيه قدرة على أن يقول الجملة بدون تعب بدون جهد. أوكي؟ فالساعدة النفس العميق واحد. اثنين القراءة بصوت عالي، سواء هو حتى لو كان الطفل عمره 3 أو 4 سنوات غير قادر أن يقرأ الجملة بروحه، حد يقرأ له الجملة هو يكرر وياه الجملة. أوكي؟ أو إذا كان عنده القدرة على القراءة فرضا لو حد عمره 10 سنوات وفوق يقدر يقرأ بشكل جيد ولكن بصوت عالي، القراءة غير الصامتة إنما القراءة بصوت عالي بحيث أن تساعده، لأن القراءة أقرب ما يكون للمحادثة. أوكي؟ بعدين الشيء الثالث اللي هو المحادثة من خلال مثل كان يعطي محاضرة، يوقف مثلا يحضر موضوع ولو مدة 2 أو 3 دقائق، الهدف منها زرع ثقة للطفل حتى لما يوقف في الصف يتكلم ما يحس بأي حرج أو أي شيء، لأننا نحن نكون مهيئين بحيث أنه يواجه المجتمع ما يكون عنده الخوف مسيطر عليه. فأي من ضمن الأشياء أيضا نبتدي نزرع الثقة من خلال الأماكن العامة، كمثال أنا موجود في في الفود كورت، أعطيه مثلا للطفل أقول له مثلا اليوم أنت تطلب لنا بيتزا فرضا، فهو يصير يختار ويكلم الشخص اللي هو موجود في المطعم وكأنه هو يعني المسؤول عنا كلنا كعائلة، من باب أني أعطيه الحافز والثقة بحيث أنه يقدر يواجه المجتمع بدون أي خوف، لأن الخوف هو مجرد يدخل على الطفل يخليه فاقد للثقة، والثقة تلعب دور كبير بأنها تزيد التأتأة عند الطفل في عدم وجوده. نعم دكتور حيدر، للأسف أن يعني الوقت شوي ضيق وأنا متأكد أن هناك معلومات كثيرة ممكن نحن نستفيد منك خلال هذا الموضوع، موضوع قسم إعادة التأهيل بمستشفى لطيفة، ولكن دكتور نحتاج بأن نرتب معاك إن شاء الله حلقات ثانية وبنستعرض أكثر عن الخدمات اللي تقدمونها في قسم إعادة التأهيل. دكتور حيدر علي وليدان، أخصائي علاج النطق واللغة بهيئة الصحة بدبي، شكرا جزيلا دكتور، يعطيكم ألف عافية، والشكر أيضا لك ولفريق عملك المبدع. شكرا لاستضافتي. شكرا دكتور. أختي آمنة عيال، بناخذ فاصل ونواصل معاكم. صحة وسعادة مستمعينا الأعزاء، يا مرحبا بكم وسهلا، ورجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المتألقة إذاعة نور دبي. ومن خلال هذا البرنامج ومن خلال الساعة نرحب بتواصلكم وملاحظاتكم وأيضا اتصالاتكم على الأرقام 600-551-1414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. أختي آمنة، ناخذ مصطلحنا الطبي. نعم، مصطلحنا الطبي اليوم بعنوان تجرثم الدم. وتجرثم الدم هو شكل من أشكال عدوى مجرى الدم، وهي ظاهرة شائعة جدا تعني دخول وجود البكتيريا إلى مجرى الدم، وهناك خطر انتقال الجراثيم الموجودة في الدم إلى مناطق مختلفة في الجسم والاستقرار فيها والتسبب بأمراض معينة. وفي كثير من الأحيان يكون مصدر الجراثيم أعضاء الجسم الداخلية، وفي حالات أخرى يكون نتيجة عدوى من مصدر خارجي مثل الجلد. نعم، فبعد طبعا مصطلحنا الطبي اختي آمنة، بناخذ معاك فقرة التغذية. نعم، فقرتنا اليوم فقرة التغذية بتكون عن المياه الغازية، وبتحدثنا في هذا الجانب الأستاذة سامية خالد، أخصائي تغذية سريرية في هيئة الصحة بدبي. صباح الخير أستاذة سامية. صباح النور والسرور وصباحكم سعادة. نعم أستاذة سامية، اليوم موضوعنا موضوع المياه الغازية، ممكن تحدثينا أكثر في هذا الموضوع؟
نعم، بالبداية أنا اخترت هذا الموضوع لأنه لاحظنا في الفترة الأخيرة إقبال شديد من بعض الفئات العمرية على العزوف عن شرب المياه العادية والاستبدالها بالمياه الغازية. فاليوم رح نتكلم عن المياه الغازية، ما لها وما عليها، ما هي معناها وفوائدها وأضرارها. ففي البداية، ما هي المياه الغازية؟ هي عبارة عن مياه يضاف إلها غاز ثاني أكسيد الكربون بطريقة محددة وتحت ضغط محدد، ولها عدة أسماء، ممكن نسميها المياه الفوارة، المياه الكربونية، أو مياه الصودا، كلهم يعطوا نفس المعنى. طبعا هذه المياه الغازية يستبدلها بعض الناس في شرب المياه العادية، وفعلا أوجدت العديد من الأبحاث أن لها عدة فوائد صحية على جسم الإنسان. فمن ضمن هذه الفوائد أنها تحسن القدرة على البلع، وطبعا هذه النتيجة تقريبا في 63% من المشاركين تم إجراء دراسة عليهم لاحظوا أنه تحسنت قدرتهم على البلع. ثانيا، من فوائدها أيضا زيادة الشعور بالشبع، وذلك بسبب احتوائها على غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يأخذ حيز بالمعدة، فبالتالي الشخص إذا شربها قبل الوجبة يملأ الغاز حجم المعدة، وبالتالي يكون استهلاكه من الطعام أقل من الأيام العادية أو من الظروف العادية. تساعد على بقاء الطعام مدة طويلة في المعدة، فبالتالي ممكن أنها تزيد لنا الشعور بالشبع. الفوائد الأخرى أيضا، أبحاث كمان في دراسات تم تحريرها وإظهار نتائجها، ولكن في أيضا دراسات تحت قيد التجربة، من ضمنها تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب. تبين أن شرب المياه الغازية قلل مستويات الكوليسترول الضار اللي لها العلاقة مباشرة بأمراض القلب. أيضا من بعض فوائدها تخفيف بعض المشاكل الهضمية، بالذات الأشخاص اللي بيعانوا من إمساك والخروج عندهم صعب جدا، وجد أن هناك في تحسن في هذه الأعراض عند شربهم للمياه الغازية، وأيضا قد تخفف من أعراض عسر الهضم، ألام المعدة. نعم، مثل ما نعرف أكيد لكل شيء فوائد وأضرار. أستاذة سامية، ممكن تحدثينا أيضا عن الأضرار لهاي المياه الغازية؟ نعم، وهذه النقطة جدا مهمة وأنا اليوم حابة أركز عليها. مثل ما خبرتك في البداية أن الناس قامت تعزف عن شرب المياه العادية أو تبتعد عن شرب المياه العادية وتبدأ تستبدلها بالمياه الغازية. نعم، لها أضرار، منها زيادة الوزن، لأن المياه الغازية قد تحتوي على صوديوم، أحماض طبيعية، أحماض صناعية، نكهات، وقد تحتوي أيضا على محليات، فهذه المحليات وجدوا أنها قد تؤدي إلى الإصابة بزيادة الوزن مع كثرة استهلاك هذه المياه. ثانيا، التسبب بالانتفاخ والغازات، بالذات الأشخاص اللي بيعانوا من مشاكل أصلا في القولون مثل القولون المتهيج أو القولون العصبي. ثالثا، الإصابة بتسوس الأسنان، وذلك لأنها مثل ما ذكرنا تحتوي على أحماض وسكريات وأملاح قد تسبب تآكل من الأسنان. فالشخص الأفضل أنه يتجه لشرب المياه العادية أو شرب المياه المنكعة. الشرب المياه الغازية يجب أن يكون تحت شروط محددة، تحت كميات محددة، يجب استشارة أخصائي قبل أنه أنا أستبدلها بالمياه العادية. نعم، يعني مثل ما قلتينا لهذه المياه الغازية فوائد وأضرار، وإذا حبينا نحن نشرب هاي المياه الغازية المفروض أن نحن نستشير أخصائي التغذية، والأكيد طبعا أن ما نستبدلها بالمياه العادية. نعم، لا يمكن تعميم فوائدها على الجميع. مثلا في أشخاص عندهم أمراض محددة المياه الغازية تسبب لهم ضرر كبير، فلأن مثل ما قلنا فيها أملاح، فيها أحماض محددة، فما تنفع كل حد. لا، يجب أن تكون القوانين، الإرشادات مهمة وفردية. نعم، أستاذة سامية خالد، أخصائي تغذية سريرية في هيئة الصحة بدبي، شاكرين لك تواجدك اليوم وتواصلت معنا وهذه المعلومات القيمة. شكرا جزيلا، والله يعطيكم الصحة والسعادة. شكرا. مثل ما تفضلت الأخت سامية خالد، أختي آمنة، يعني وأنت أيضا ذكرتي شيء جيد، بأن رغم أنه يعني هو مفيد أكيد له أضرار، فالواحد أنه لابد أنه يحاسب حسب الحاجة، يأخذ الكمية اللي هو يحتاجها من المياه الغازية. نأخذ فقرة ثانية أختي آمنة، فقرة صحة المرأة وعلاقة صحة المرأة والخصوبة. نعم، معانا اليوم في هذا الموضوع الدكتورة شادن صالح، أخصائي علم الأجنة في مركز دبي للإخصاب التابع لهيئة الصحة بدبي. صباح الخير أستاذة شادن. صباح الخير أخت آمنة، أهلا فيك في برنامج صحة وسعادة. شكرا لك، صباح الخير للمستمعين وشكرا لاستضافتي اليوم.
أستاذة شادن، ممكن تعطينا نبذة عن الخدمات اللي يوفرها مركز الإخصاب؟ تمام. بالنسبة لمركز دبي للإخصاب اللي كما ذكرتي أنت تابع لهيئة الصحة في دبي، مركزنا بيقدم علاجات الإخصاب بشكل عام، بما في ذلك كل الفحوصات المتعلقة بعلاج الخصوبة أو مشاكل الخصوبة لدى الزوجين، فحوصات الزوج والزوجة، اللي ممكن تشمل فحوصات هرمونية، فحوصات دم وفحوصات أخرى. غير الفحوصات في عنا نعمل فحوص عمليات تحفيز الإباضة، غير هيك في عنا إجراءات بنسميها مثل التلقيح اللي بكون داخل الرحم، ممكن إن نعمل اللي هي عمليات اللي بنسميها عمليات الإخصاب الخارجي اللي بتتطلب إن إحنا نلقح البويضات خارج الجسم، وهذا بيتم عن طريق طريقتين موجودة عنا. الطريقة الأولى ممكن تكون هي طريقة التلقيح الصناعي التقليدي، والطريقة الأخرى هي بنسميها الحقن المجهري. من الخدمات اللي بيقدمها مركزنا أيضا هي خدمات الفحص الوراثي للأجنة قبل الإرجاع. بنقدم هاي الفحوصات ممكن تكون متعددة، يعني إحنا بنعمل فحوصات تشمل المادة الوراثية للجنين كاملة، أو ممكن إن نفحص لمرض وراثي معين نكون إحنا عم ندور عليه، مثلا إنه الزوجين عندهم في التاريخ الطبي أمراض معينة مثل مرض التلاسيميا أو مرض الأنيميا المنجلية، نقدر إن نشيك إذا الجنين فيه هاي المشكلة أو لا. ممكن كمان بالفحوصات الوراثية تشمل فحوصات التطابق النسيجي للأجنة. أيضا من خدماتنا في عنا نقدر إن نجمد عينات الزوجين، سواء عينة الزوج أو عينة الزوجة أو الأجنة نفسها بعد ما يتم تلقيحها في أي مرحلة من مراحل التلقيح. نعم. في خدمات أخرى بس هاي هي الخدمات الرئيسية اللي إحنا بنقدمها. طبعا مركز دبي للإخصاب غني عن التعريف أستاذة شادن، ويعني يمتلك الكثير من الخدمات، وطبعا هذا نحتاج فقرة خاصة بخدمات مركز دبي للإخصاب بين فترة وأخرى طبعا. والحين ممكن تحدثينا اليوم عن عمليات الإخصاب وما هي العوامل المؤثرة على خصوبة المرأة أستاذة شادن؟ هلأ بشكل عام خصوبة المرأة من أهم العوامل اللي بتأثر عليها هو السن. التقدم في السن بيقلل من الخصوبة، يعني في دراسات علمية كثيرة تثبت إنه نسبة الخصوبة عند المرأة بتقل بعد عمر 35، لكن بعد عمر 40 نسبة الخصوبة بتقل بشكل كبير جداً. فنحن إذا بنشجع أول شيء بنشجع إنه ما نأخر الإنجاب، يعني يكون الإنجاب قبل سن 35 يفضل. من ممكن أسباب تأثر على الخصوبة أسباب تانية، مثلا أمراض أو أسباب عضوية معينة بتؤدي لاختلالات الهرمونية عند المرأة واللي قد تؤدي إلى عدم الإباضة، مثلا متلازمة تكيس المبايض. ممكن يكون سبب اللي هي مشاكل الخصوبة أسبابها انسداد في قناة فالوب بسبب وجود التهابات متكررة مثلا، أو أمراض معينة مثل بطانة الرحم المهاجرة. ممكن يكون في عندنا تليف مشاكل في الرحم نفسه، مثلا تليفات في الرحم. ممكن يكون عندنا السيدات اللي تعرضوا للعلاج الكيميائي أو لعلاج الإشعاعي مثلا بتقل الخصوبة عندهم، وأحيانا بتأثر بشكل كبير على خصوبتهم. بس هدول هي الأمور العضوية اللي إحنا ساعتها بكون في عنا مرض عضوي معين. نعم. في أمور تانية ممكن تأثر على الخصوبة اللي هي نمط حياتنا بشكل عام إحنا بحياتنا اليومية، يعني إذا كان التدخين بيأثر سلبا على الخصوبة، المشروبات الكحولية بتأثر على الخصوبة أيضا. دكتورة، التدخين حتى لدى المرأة يؤثر أيضا، يعني إحنا حين نتكلم عن المرأة، حتى المرأة المدخنة ممكن يؤثر هذا على يعني على الخصوبة؟ أكيد
لأنه التدخين، المواد السامة اللي موجودة في السجاير بشكل عام أو بأي نوع من التدخين، هذه تؤثر على نوعية البويضات لأنها هي موجودة رح تكون في الدم. طبعا نحن هون في دراسات كثيرة بتقول عن التدخين، بس وقديش النسبة من دراسة لدراسة بتختلف قديش كمية التدخين اللي ممكن تأثر حتى نقول إنها تسبب عقم كامل. بس هالشيء احنا بنقول بتقلل، يعني بتقلل الخصوبة. يعني اذا ست عمالها بتحاول عن طريق مراكز الاخصاب انها تحمل وهي مدخنة، نحن بننصحها انه وقفي التدخين، لانه بيساعد على انه لما توقف التدخين لفترة من الزمن رح ترجع البويضات تصير نوعيتها افضل ويرجع السيستم او النظام يشتغل بشكل افضل. نعم. من المشاكل الثانية اللي ممكن هي زيادة الوزن، اللي أو حتى نقص الوزن، بس في حال نقص الوزن كان مفرط. يعني إحنا هون ما عم نحكي عن زيادة ونقص الوزن اللي هي شوي، نحكي عن الزيادة المفرطة في الوزن أو النحافة المفرطة، هاي كمان تؤثر على الخصوبة. في دراسات أيضا تحكي إنه الإجهاد والتوتر والقلق بيأثر أيضا على الخصوبة. يعني بشكل عام الحياة الصحية، نمط الحياة الصحي هو الشيء اللي احنا بنشجع عليه، على اساس نسبة الخصوبة بتكون احسن، سواء كان عم نحكي عن بالوضع الطبيعي او اذا عم نحكي عن السيدات اللي عم يلجأوا لمراكز الاخصاب. نعم. بيساعدهم نمط الحياة الصحي. صحيح. استاذة شادن، ايضا يعني من خلال حديثك ذكرتي ان يعني صحة المرأة بشكل عام يعني مرات يكون له تأثير في هذا الجانب. ومثل ما تعرفين أستاذة أن هناك أيضا في بعض الأمراض، مثلا إصابة الإنسان بداء السكري أو ضغط الدم أو بعض الأمراض المزمنة الثانية، تتأثر أو يتأثر الإنسان بأشياء كثيرة، ممكن قد يكون يعني سبب وراثي، مرات ممكن يكون نمط حياة، مرات ممكن يكون زيادة الوزن، مرات يكون حتى يعني السلوكيات اللي يتبعها وتتبعها المرأة في يومها قد تكون سلوكيات غير صحية. فكيف لو تشرحي لنا يعني مثلا كيف الإجراءات هاي أو النمط الحياة اليومي اللي تتبعها المرأة ممكن يأثر بشكل كبير أستاذة شادن على يعني خصوبة المرأة أو صحة المرأة بشكل عام؟ نحن بشكل عام يعني الكلام صحيح انه معظم الممارسات او السلوكيات الغير صحيه بتاثر على الخصوبه سواء للرجل او للمراه، والمراه بالنسبه لعمليه الخصوبه بتتاثر كثيرا بالهرمونات، والهرمونات اللي موجودة في جسم المرأة كلها مرتبطة ومترابطة. يعني لما بنحكي عن السكري عم نحكي عن خلل هرموني معين، هذا الشيء الخلل ممكن يأثر على نوعية البويضات لأنه صار اختلالات في الهرمونات. نحن منشجع بشكل عام الستات إنهم يعني اللي عم بتدور على إنها على الإنجاب، يعني إنه في حال راقبي الدورة الشهرية، راقبي انتظامها، لأنه ممكن إذا يكون في اختلالات في الدورة الشهرية في النظام في انتظام الدورة الشهرية ممكن إنه يكون دليل على إنه في مشاكل هرمونية معينة. مش غلط إنه نراجع الطبيب لما يكون هذا الموضوع صار لفترة زمنية طويلة. ممكن في طرق تانية إنه الست تراقب الإباضة كمان عشان تقدر تعرف إذا أمور الإباضة عندها أوكي ومنتظمة. زي ما قلنا نمط الحياة الصحي بشكل عام من جميع النواحي، بنشجع على إنه الست تأخذ الأغذية الصحية الغنية بالخضار والفواكه العالية بمضادات الأكسدة، لأنه كل هذا الشيء بينعكس على خصوبتها وعلى نوعية البويضات. بنشجع على ممارسة الرياضة أكيد، الحفاظ على الوزن المثالي هو شيء كتير مهم. صحيح. الراحة، إنه الست تأخذ القسط الكافي من النوم، تبتعد عن الأمور اللي فيها ستريس أو ضغط نفسي أو قلق، هاي الأمور كلها
ممكن انها تلعب دور بانها تحسن الخصوبة لدى المرأة. نعم دكتور، انت تطرقتي لجانب مهم الحقيقة جدا، اللي هو موضوع القلق والاضطراب النفسي. طبعا اكيد المرأة تمر في مرحلة قد تكون يعني اضطراب نفسي يعني قبل عملية الاخصاب، واكيد المركز له دور حيوي جدا. كيف يتم دعم المرأة دكتورة؟ ونحن نعرف ان يعني المركز عندكم يعني يتم علاج يعني النساء بشكل متكامل، وأكيد يؤخذ بعين الاعتبار الجانب الاجتماعي، الضغوطات النفسية، الاضطرابات النفسية، أيضا الجانب النفسي. لو تكلمينا أستاذة كيف يتم يعني دعم المرأة من هذا الجانب قبل عملية الإخصاب؟ بالنسبة لموضوع القلق وخصوصا في السيدات أو الأزواج اللي بيراجعوا مراكز الإخصاب بشكل عام ومركزنا بشكل خاص، كلامك صحيح 100%. السيدات بيكونوا تحت ضغط نفسي كبير، خصوصا اللي عم بتحاول عدة مرات ومش عم تنجح محاولاتها. نحن في دراسات أيضا تثبت إنه القلق بشكل عام والمرضى اللي هن أو المراجعين لمراكز الإخصاب بيكون القلق عندهم نسبته عالية، فهذا الشيء بيؤدي لإنه الجهاز العصبي بيفرز هرمونات معينة مثل هرمون الكورتيزول، واللي هاي الهرمونات زي ما حكينا بتأثر بشكل عام، وفي تكامل ما بين الهرمونات مع بعضها بتأثر على بعضها، فاللي بيصير إنه الجسم بيكون في حالة ستريس فبده يتعامل مع الستريس، فبكون تركيز الأجهزة الجسم أو النظام الحيوي مش على الخصوبة، بيكون على التعامل مع الضغط النفسي والقلق. نعم. فهذه تقريبا كيف الدراسات تربط بين القلق والمشاكل الخصوبة. هلا اللي نحن بنعمله في مركزنا، الأزواج لما بيراجعونا بشكل عام بداية من استقبالهم لحد ما يوصلوا على الطبيب، لحد ما يعملوا الفحوصات، كطاقم طبي كل الموجودين بيكونوا متعاونين مع الزوجين، متفهمين لحالتهم الصحية والنفسية. كل حالة بنعاملها على حدة، يعني إحنا ما بنعامل كل المرضى بنفس الطريقة وما بنعطي نفس العلاج لكل المراجعين الأزواج اللي عندنا. نأخذ التاريخ الطبي منذ بداية زواجهم أو بداية محاولاتهم خلينا نقول للإنجاب، لحتى ما يتم اللي هو تحديد المشكلة وتشخيصها وبالتالي تحديد طريقة العلاج المناسبة لهم كزوجين. بنحاول إحنا كمان كأخصائيين أجنة للمرضى لما بيراجعونا بوصلوا لحد مرحلة مثلا إنه بدها تبدأ بعلاج الإخصاب أو التلقيح الخارجي، نحن كأخصائيين أجنة بنقعد مع المريضة بنشرح لها شو بيصير من يوم سحب البويضات لحتى يوم ترجيع الأجنة، خطوة بخطوة بنتابع معاها ومنطمنها أول بأول عشان تكون هي نفسيا مرتاحة وعارفة شو تتوقع وشو الشيء القادم بالنسبة لحالتها هي وزوجها. تفاصيل كل شيء متعلق بأجنتهم نحكي لهم يا أول بأول. نتمنى أنه هذا الشيء عم بيساعد المرضى شوي حتى يفهموا أكثر شو عم بيصير في المختبر، وبالتالي يكونوا نفسياً شوية مرتاحين أكثر. نعم دكتورة، دكتورة شادن صالح معلوماتك جدا قيمة، وشاكرين طبعا لك هذه المعلومات اللي أفدتينا فيها اليوم. بنرجع إن شاء الله مرة ثانية معاك في موضوع خصوبة المرأة في حلقة أخرى نستكمل حديث اللي توقفنا عند اليوم. شكرا لك دكتورة شادن صالح أخصائي. شكرا جزيلا على استضافتي اليوم. نعم شكرا لك أخصائي علم الأجنة في مركز دبي للأخصاب في هيئة الصحة في دبي. وفي ختام حلقتنا لليوم نذكركم أعزائي المستمعين بضرورة لبس الكمامة للوقاية من COVID-19، وكذلك نذكركم أن تتحركون أكثر وتمارسون أي نشاط رياضي لمدة 60 دقيقة. كما نشكر لكم متابعتكم، آملين أن نكون دائما عند حسن ظنكم، والشكر الجزيل لفريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وكل الشكر لإذاعة نور دبي في التنسيق والمتابعة الأخ أحمد سلامة، ومخرجنا المبدع نمر محمد. كنت معاكم محدثتكم آمنة العلي وزميلي عبدالله جمعة. نتمنى لكم يوم جميل ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.